إخوتي والأخوات، السلام عليكم. غادي نعطيكم بعض المعلومات على هذا اليخت الجديد الذي اشتراه محمد السادس، الذي أصبح اسمه أو اسمها كيقولوا اليخت أطلق عليه اسم باديس، أوكي، واللي الاسم الحقيقي ديالو اللي خرج من الشركة كان سميتو سيباريس، ودابا ولا سميتو باديس واحد، أوكي. كاس ديال سيباريس تبنى صيبة شركة بيريني نافي، كاس ديال هاد اليخت هذا تصنع في 2016، أوكي، وكان من أكبر اليخوت اللي صنعتهم هاد الشركة اللي هي بيريني نافي، أوكي. كيهز 12 شخص، و 12 شخص من يعني الناس مالي اليخت، وعاد كيهز 11 شخص اخرين الخدامه ديال الكرو، اوكي، يعني باطون برع. قص ديال هاد اليخت هذا الديزاين ديالو داروا ليه فيليب براند، وعاد الداخل ديالو صيبت واحد الشركه امريكيه اللي هي بي اتش ديزاين فروم ميامي، اوكي. قالك في 2017 في المسابقه ديال اليخوت خدا هاد باديس واحد، خدا احسن يخت في العالم، اوكي قصدي. ومن بعد هاد سيباريس تعرضت للبيع من طرف صاحبها، والثمن اللي طلب هو 88 مليون دولار، اوكي، اللي هي تقريبا 100 طلب 88 مليون اورو، اللي هي تقريبا 100 مليون دولار. وفي 2018 اشتراها الملك محمد السادس ملك المغرب، وأطلق عليها اسم باديس. فوالا، هذا الشيء اللي بغيت نقول الإخوة والأخوات. قصدي طبقا لأخبار من إسبانيا للبايس، كتقول لك أن اليخت هو في ملكة محمد السادس ويحمل العلم المغربي، وهو موجود دابا في ميناء الدار البيضاء. قصدي باديس، علاش هاد باديس عطاها محمد السادس الباطو؟ لان هاد الباديس هي واحد الجزيره مستعمره اسبانيا منذ 1564، وهي موجوده قرب الحسيمه. وهذا الشيء اللي كتقول الاخبار، وكنتمنى انه يعجبكم الموضوع. وكيف ما كتعرفوا ان المشاكل كيفاش دايره في المغرب، ومحمد السادس مشى شرا باطو في الذكرى العشرين لحكمه على المغرب، في يعني الذكرى العشرين لبسط سيطرته على المغرب وعلى شعب المغرب. يعني تصوروا الناس مسؤولين، الناس تيفكروا في بلدانهم شنو المشاريع اللي غيديروا كذا، ومحمد السادس غادي كيقلب باش يشري احسن يخت في العالم. علاش محمد السادس ما يبنيش احسن مستشفى في العالم؟ علاش محمد السادس ما يبنيش احسن مدرسه في العالم؟ علاش محمد السادس ما يبنيش احسن المراكز البحوث في العالم؟ ولكن لا، غادي كيشري احسن يخت في العالم. متفقين معايا ولا متفقين؟ يعني هاد الحوايج يمكن يديرهم. ملي محمد السادس قادر يشري احسن يخت في العالم، راه يقدر يبني احسن مدرسه في العالم، ويقدر يبني احسن مستشفى في العالم. وتصوروا ان هاد 88 مليون دولار ولا هاد 100 مليون دولار، شحال مدرسة غتبني لينا؟ وغيبني، عرفتي شي جامعة في المغرب غتبني هاد غيبني شي جامعة في المغرب اللي غيتخرجوا منها النوابغ، اللي غيتخرجوا منها الأذكياء، اللي غيتخرجوا منها المخترعين، وغادي تنفع المغرب، وغتنفع الشعب المغرب، وغتعطي صورة زوينة للمغرب. ولكن لا، محمد السادس غادي شاري أحسن يخت في العالم، وعندنا أقوى مدارس في العالم، وأقوى مستشفيات في العالم، وأقوى شعب في العالم. ودابا المشكل غادي يخرجوا شي واحد غير وبصحته وخليه الله يزيدو والله يعطيه والله. يعني هنا فاش كتشوف يعني واش هذا دخل في التخدير، واش دخل في شي حاجه اخرى. انا راه ما يضرنيش خاطري لو ان مثلا في المغرب كانت عندنا احسن مدرسه، ولا كانت عندنا احسن المستشفيات، وكنا مكلاسين مزيان في التعليم، ومكلاسين مزيان في الصحه، غنقول برافو عليه، يعني دار شي حاجه غاربه وراك يستحق الجائزه على داكشي. ولكن واحد ناض مشى شرا يخت بمناسبه سيطرته على المغرب لمده 20 سنه، وماشي غير على المغرب، على المغرب والخيرات ديالو والشعب ديالو وكلشي. يعني هنا الواحد خصو يفكر، يعني هنا
والله العظيم الا اش نقول لكم يعني. ودابا هذاك هاد اليخت هذا راه المغاربه راه كلكم عندكم الحق فيه. شاد اليخت المغاربه غتمشيو عند الملك ولا تمشيو عند التشرفات الاسمه قول لي هذاك 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 اليخت كل سيمانه يشدوا عائله لانه من الرزق المغاربه من الضرائب ديال المغاربه من المداخل ديال الخيرات ديال المغرب. راه من حق اي مغربي خصو يمشي يركب في ذاك اليخت ويتبرع فيه سيمانه. يعني دابا جميع المغاربه خصهم يمشيو عند محمد السادس ولا يصيفطوا ليه براوات ولا كذا يقول لي راه حتى حنا بغينا نتساراو في ذاك اليخت. وسيمانه للمؤمن، سيمانه للمغربي، سيمانه للعائله، اي عائله مثلا عائله عندها الحق تمشي تدوز سيمانه في ذاك اليخت في ايبيزا ولا في الحوسيمه ولا في فين ما بغاو. يا كلشي ديالنا، يا اليخت ديالنا وليسانس ديالنا والعمال ديالنا، ويا كلشي داك اليخت خالص بالمغاربه. شكون اللي مخلص دابا داك اليخت؟ غاقول لي دابا خوتي خواتاتي المغاربه غير قولوا لي منين جات ديك 100 مليون دولار اللي تسلم داك اليخت؟ منين جات؟ جات من الجزائر، جات من ليبيا، جات من تونس، جات من طاليان، جات من اسبانيا، جات من المغرب. هو المغرب ديال المغاربه، دونك خص تكون عندنا المغاربه خصهم كلهم يكون عندهم الحق انهم يركبوا في ذاك اليخت وتا هما يعني يتبرعوا برزقهم، تا هما خصهم يشموا الريحه ديال رزقهم. واش هادشي متفقين معايا فيه ولا متفقينش معايا فيه؟ تصوروا ان مثلا هاد 100 مليون دولار اوكي غنمشيو مثلا نعطيوها للعالم القراوي اوكي نبنيو لهم ساكن غير الطرق فين يدوزوا. العالم القاروي ما عندهم حتى الطريق فين يدوزوا، ما عندهم حتى الكودرون. الناس مازال كيركبوا على الحمير، كيركبوا على الكرارس، كيركبوا على البغال، يعني سير هاد 100 مليون سير غير دير واحد الشبكه طرقيه في القرى. والمغرب راه صغير وراه صاحبي طلع في الطياره يبان لك المغرب كله. غتبان لك راه ديك الطريق غادي لذاك الدوار وديك الطريقه ديال ذاك الدوار وغتجيب تصويره غتطلع في الطياره ديالك للفوق وغتصور المغرب وغتجيب واحد التصويره وغادي تصف الطرقان اللي غير معبده وغادي دير لهم الكودرون. وعندنا العماله رخيصه، ياك اليد العامله في المغرب رخيصه، الرمله ديال المغرب، الكاياس ديال المغرب، الكاميونات ديال المغرب، كلشي ديال المغرب. هاد 100 مليون كل قسم والله العظيم ترجع لك المغرب يعني بواحد الشبكه طرقيه في العالم القراوي. يا سلام. ولا دوك الناس اللي ما عندهمش الماء، دوك القرى النائيه اللي ما عندهمش الماء الصحي اللي يشرب، علاش ما تمشيش لهم مثلا تبني لهم مثلا شي تحفر لهم البيار وداك الشيء يكون منظم ويكون مثلا داك الشيء ديال الضوء والماطره ديال الالكترونيك وداك التخربيق ويكون داك الشيء كونترولي ويكون داك الشيء مزيان والناس يبقى يشربوا الماء، يبقى يشربوا الماء الماء الصحيح اللي يشرب. ولا لا هذا ناخذ من عندكم الضرائب المغاربه وغادي نسرق لكم رزقكم وغادي نمشي نشري به يخت في الذكرى العشرين لاعتلاء عرش اسلافنا الميامين. شفتوا القضيه كيفاش؟ والله العظيم الا اش نقول لكم؟ يعني كتعيا كتصبر كتقول راه ما نهضرش ولا ما غنقول والو. وملي كتشوف الناس كيخرجوا في الفيديوهات كيتباكى وبنادم كيبكي وبنادم ما لاقي لا دواء، ما لاقي فين يسكن، ما لاقي ما يلبس، ما لاقي حشومه والله تاع عيب بالله. نقولوا هاد 100 مليون ما عندها ما غدير المغاربه، ولكن 100 مليون وزد على 100 مليون وزد على 100 مليون غير كل عام زيد يخسر 100 مليون شي حاجه. ولكن لا غادي انايا غادي نشري احسن يخت على وجه الارض. غنشري احسن يخت على وجه الارض. وانا مكلاسي في القزيبه ديال التعليم ومكلاسي في القزيبه ديال الصحه في القزيبه ديال العاده ديال القضاء كلاسي كلشي. ولكن انا شاري احسن يخت على وجه الارض. واش ماشي عيب؟ واش ماشي حسومه؟ وجلالة الملك. كاين شي حد تيقول لك لا ما خصكش تقول ليه الملك، خصك تقول ليه جلالة الملك. ايوا فينك اسي؟ يلا هضروا معنا جاوبونا، فين هو ذاك البرلمان والحكومه وكذا؟ ولا حيت عرض عليكم وعرفتوا شنو طرا؟ راه عرض على الحكومه، عرض عليهم الحكومه اعضاء الحكومه عرض عليهم جاو لهاد اليخت. وعرفتي شنو دار ليهم؟ قال لهم حتى واحد ما يدخل لهاد اليخت الا ما حيدش الصباطه. شتي دوك المسؤولين عرض عليهم قال لهم اجيو لعندي. ملي مشاو لعندو قال لهم لا اليوم ما ساليش، سير رجع في حالك. والناس مقادين ولابسين ودايرين الريحه
وكذا مفركسين وعادين ومسيرين صبارتهم وكذا. ملي مشاو عنده قال لهم بغا احنا جينا عندك، قال لهم لا انا ما ساليش اليوم، سيروا تالغ الدور رجعوا. ومشاو رجعوا في حالات معاك حتى النهار الاخر عاود رجعوا. ملي رجعوا النهار الاخر قال لهم حيدوا صبابطكم عاد دخلوا لليخت. سيروا سولهم يا يخرج شي واحد يقول لي لا القضيه ما كايناش، يخرج شي واحد من الحكومه يقول لي ما كايناش، ولا شي مسؤول دوك الناس اللي مشاو دخلوا لليخت شي واحد يقول لي هاد الهضره ما كايناش. فرض عليهم محمد السادس باش حتى واحد ما يدخل اليخت الا تيحيد صباط. اخوة الاخوات شنو نقول لكم؟ الله يصبرنا ويصبركم وبقاو صابرين. حنا صابرين وصابرين 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 وصابرين، والصبر كيدبر. يلاه تبارك الله عليكم.